مستاهله. ونرجع تاني ونقول ان اي حد عنده اي موقف بجد بيقابله واي صدمه في حياته او اي مشكله هي والله بتعدي، واحنا عارفين كلنا ان هي وهي بتعدي هتاخد مننا حاجات، هتاخد من طاقتنا وهتاخد من روحنا وهتخلينا اتغيرنا. حد ما بقاش بيشوف الحاجه بمنتهى البراءه ومنتهى الحب بتاع زمان، في حاجات كتير قوي وده مش كانت عيب، ايجابيه فينا مش هنلاقيها. بس يعني ده مش يا ريت عيب. بقى ما نمسكش في الحاجات السلبيه دي يا ندى ونعمل لها برواز ونقعد جنبها حاطين ايدينا على خدنا وخلاص انا حصل لي موقف ما بيعديش. لا، هو بيعدي على فكره. صحيح صحيح، هي فعلا كل حاجه بتعدي بتعدي، وبتاخد من وقتنا وبتاخد من مجهودنا وبتاخد من طاقتنا، بس هي قصاد الحاجات اللي هي بتاخدها هي بتدينا. يعني احنا لو بقى نفكر من الناحيه الايجابيه زي ما انت بتقولي، الحاجات اللي بتعدي بتدينا كمان، بتدينا خبره، بتدينا علم جديد، بتدينا شخصيه احنا يمكن ما كناش عارفين نتعامل بيها، فبتعلمنا حاجات كتير قوي. او بتاخد حاجات بس في بس المقابل بتدينا حاجات، فاحنا نركز على الحاجات اللي هي بتديها لنا. يعني يمكن لو ركزنا على الحاجات الايجابيه او الحاجات اللي اتعلمناها من كل موقف صعب حصل وعدى علينا هنتبسط، هتقولي بالظبط، الحمد لله والله ان الموقف ده حصل. وبتقوينا كمان، بتخلينا كلنا بنحس ان احنا اقوياء، مش هنبقى روحنا هشه ولا اي موقف هيحصل لنا خلاص هنقع. لا بجد، كل المواقف وكل الحاجات اللي احنا بنفتكرها ما بتعديش، لا هي بتعدي بس احنا بنبقى اقوى. يا رب تكون بجد الحلقه عجبتكم، وان شاء الله هنتقابل تاني عشان احنا فتحنا مواضيع كتير حقيقي، اتكلمنا في حاجات كتير قوي. جدا. ان شاء الله هنتقابل في حلقه تانية، واكتبوا لنا بقى في الكومنتس عجبتكم ولا لا، وتحبوا الحلقه التانية تبقى على ايه.